اليوم في إطار هذه المراسيم الرسمية قمنا بتدشين عيادة الأشعة على مستوى ولاية ولاد جلال. مستثمر خاص قام بمجهود، وهذه خدمة تدخل في إطار تقريب الخدمة العمومية من المواطن. مجهود يعني مبادرة لا بأس بها، تعطي إضافة بالنسبة لعائلة الصحة والأطباء والمرضى في هذه الولاية. بالنسبة للمشروع الثاني، وهو كذلك يسلط الضوء على مجهود الدولة فيما يخص إيصال الغاز إلى المناطق النائية والمعزولة وحتى البعيدة، مشروع تم اليوم وضع حيز الخدمة، مشروع تزويد منطقة حاسيسيدا بما يفوق 226 سكن بالنسبة لهذه المنطقة. هذه الخدمة راح تحسن الظروف المعيشية للساكنة في هذه المنطقة.